مساء الخير حبايبي، واش راكم؟ لاباس بخير. جيتكم مع فيديو جديد اليوم ان شاء الله، لا على كيما نقولوا نديروا مراجعة مع محرك ان اف دي، يركب في الاكسبريس، الميغان، في الكليو، في الكليو دو. هو محرك رائع ولكن فيه مشكلة واحدة، فيه مشكلة واحدة اللي نطرقوا لها اليوم، وهي المشكلة تاع السخانة. المشكلة تاع السخانة يا خوتي، هذا المحرك يسخن، والأسباب اللي يسخن منها وش هي؟ المحرك يبغي الرادياتور تكون شابة، تكون نقية، تستعمل الجلاسيول والحاجة الزوجة. باش تقولي اللوطور راه تسخن والكلاصة فايت 4 خطرات، كلاصة تاني تلعب دور، ويبغي كلاصة مليحة، يبغي رادياتور مليحة، يبغي ترموستات تاعه اللوطور ما تسخنش بإذن الله، ويبغي تاني البلوك تاعه يتوسخ بالكالكر، لازم يدي بوشة. بون، كاين دو تيب، كاين محرك ان اف اونسيان كيما تاع الار 19 تاع الكليو تاع الاخر، واللي في الكليو بونيو دو كليو دو دبزو، تلقى فيها محرك عنده تاع بلاستيك، عندك يسموه تاع بلاستيك، يا ربي وش هو الفلتر تاع بلاستيك. بون، حاجة واحدة أخرى على الرونيفلور لي فابوري، كاين واحد البياسة تجي في الكارتير تحت، كي يديرو ريفيزيون مراهمش يركبوها، كي ميركبوهاش تولي دير لافابور. لافابور ما عندهاش علاقة مع الماكلة تاع الزيت، اذا كانت تحب تفيري في اللي ياكل الزيت اكسيري لي افو وروح شوف الشاكمو يدير الدخان، اذا كان ياكل الزيت يدير الدخان، ما كاش ياكل الزيت ما يديرش الدخان، ما ممكن لافابور. و بون، الكراسة في النوفو فلونسي عندها اختلاف في كيسموه في لي بوجي تشوفاش، كاين وحدين يجو داخلين ديراكت، وكاين اللي يجو واقفين، واللي يجو واقفين احسن من يجو راكدين. حاجة واحدة اخرى، واش يا ربي واش حبيت نقول؟ مهم، اللي عنده مشكلة في محرك انف ولا ما كاش مشكل يتصل بيا ونعاونه، كان تا مشكل خاوتي، رانا هنا ونعاونو خوتنا، وحنا زوالية ونعاونو الزوالي، وانتم تاني عاونونا بالاشتراك تاعكم في القناة ولي زابوني ولي جام. بارك الله فيكم والسلام عليكم، ويناير مبارك كما يقول لك، ان شاء الله تاكلوا اللوز والقرقيع والاخر بالصحة، وليلة سعيدة الحباب، غدا ان شاء الله. مساء الخير حبابي، واش راكم؟ لاباس بخير. جيتكم مع فيديو جديد اليوم ان شاء الله، لا على كيما نقولوا نديروا مراجعة مع محرك ان اف دي، يركب في الاكسبريس، الميغان، في الكليو، في الكليو دو. هو محرك رائع ولكن فيه مشكلة واحدة، فيه مشكلة واحدة اللي نطرقوا لها اليوم، وهي المشكلة تاع السخانة.